اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه النهارده، واكيد الكل بيتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز، فنبتدي بحساب يلا كوره واللي بيقول التشكيل المتوقع للاهلي في مباراه اليوم، وبيقول ان محمد شريف يقود الهجوم، وده امر بديهي لان شريف ماشي بشكل كويس جدا مؤخرا وهو كمان بيهدف والدنيا حلوه يعني الحمد لله. فتشكيل الاهلي طبقا لتوقع على كوره، محمد الشناوي في حراسه المرمى، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، عاجبني قوي رامي ربيعه بصراحه مؤخرا، محمود وحيد رغم جاهزيه علي معلول، اعتقد علي هو اللي هيكون موجود. الناحيه الثانيه هي بيتوقعوا ان كريم فؤاد او محمد هاني، اعتقد هاني اللي هيكون موجود. في نص الملعب اليو ديانج وكوكا وعمرو السوليه، وقدامهم طاهر وشريف وقفش، نتمنى لهم يا رب التوفيق. ناخد كمان المصري اليوم واللي بيتكلموا على التشكيل المتوقع ايضا للاهلي، وقالوا مين؟ قالوا في حراسه المرمى الشناوي، خط الدفاع معلول وربيعه وياسر وهاني، في نص الملعب ديانج وسوليه وقفشه، في الهجوم طاهر وشريف وصلاح محسن. طيب ناخد خبر اخر، وكل طبعا بيحاول يتوقع تشكيل الاهلي خصوصا ماتشات قويه زي دي، مباراه الاهلي وبيراميدز بصراحه مباريات قويه ومليانه نديه، وخلينا فاكرين ان اخر ماتش لعبناهم في الدوري كسبناهم 3-0. يلا كوره بيقولوا ان الاهلي بيستفسر عن سبب عدم الاستعانه بحكام من الدوريات الكبرى لمباراه بيراميدز، السبب عند الكابتن عصام عبد الفتاح يعني، والاهلي حقه يستفسر ليه؟ لان الاهلي طالب حكام من الخمس دوريات الكبرى، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح الكابتن عصام فتاح يعني ما دورش في الخمس دوريات الكبرى ولا حتى في العشر دوريات الكبرى ولا في 20 دوريات الكبرى، يعني جاب من رومانيا والمجر كوكتيل كده فظيع يعني، فحاجه غريبه بصراحه، لكن طبيعي اللي بيحصل مؤخرا يعني، والاتحاد متمسك بالكابتن عصام قوي. يلا كوره بلس بتتكلم من خلال تويتر، كابتن محسن صالح عضوا في اللجنه الفنيه للاتحاد الافريقي، واختيار الكابتن محسن صالح طبعا رئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي لعضويه اللجنه الفنيه بالكافي الفتره المقبله، نتمنى له يا رب التوفيق لو خبر صحيح. طيب خلينا نروح لحساب في الجول، وبيقول الاتحاد الكره ينوي ارسال اسماء الزمالك والاهلي دوري الابطال وبيراميدز وفيوتشر للكونفدراليه حسب ترتيب الدوري في نهايه الدور الاول. طب بالمناسبه هو الفارق ما بين بيراميدز والزمالك، قول الاهلي ليه ماتشات مؤجله، لو كسب هيفرق 5 نقط فهو طبعا في دوري ابطال افريقيا باذن الله يعني، لكن الفارق ما بين بيراميدز والزمالك مش كبير يعني، لسه في فرص لبيراميدز، فانت ممكن تظلم بيراميدز في الموضوع ده، الزمالك فرصه اعلى ان هو يتاهل دوري ابطال افريقيا او ان هو يحافظ على مركزه في الدوري عشان يتاهل دوري ابطال افريقيا ولازم يبقى الثاني او الاول، لكن بيراميدز عنده فرصه، ما اعرفش اتحاد الكره هيعالج القصه دي ازاي، وما اضمنش نجاحهم بصراحه في اي علاج يعني، وما اعرفش بيراميدز هيبقى رد فعلهم ايه في الجزئيه دي، لكن خلينا نشوف. المهم الاهلي يكسب ماتشاته المؤجله من الدور الاول عشان باذن الله الموضوع، الاهلي خلاص تقريبا يعني الموضوع محسوم بالنسبه له في التاهل لدوري ابطال افريقيا البطوله المفضله ليه ولجماهيره. هروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل.